مساء الخير أحبائي وأعزائي، إن كان الرب معنا فمن علينا؟ شاهد كيف ردت أنيسة حسونة عن الهجوم الذي تعرض له قداسة البابا قبل رحيلها. ماذا حدث؟ كيف ردت أنيسة حسونة على الهجوم الذي تعرض له قداسة البابا تودروس قبل رحيلها؟ فجأة نبأ رحيل الكاتبة والنائبة البرلمانية السابقة أنيسة حسون قلوب المصريين، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض القنصر التي عانت منه منذ سنوات في رحلة مريرة كانت ترويها دائما من خلال لقاءاتها التلفزيونية والصحفية. موقف تاريخي لأنيسة حسونة مع قداسة البابا تودروس الثاني. في موقف تاريخي لن تنساه الكنيسة للكاتبة الراحلة أنيسة حسونة، وذلك بعد هجوم الجماعات الإسلامية على قداسة البابا تودروس، وذلك بسبب دعمه للدولة وللرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قالت أنيسة منصور في وقت سابق البابا تودروس الثاني رجل وطني ذو جودة عالية، وأن مواقفه الوطنية العديدة أظهرت مدى ائتمانه للبلاد وانتمائه للبلاد واهتمامه بالمصلحة الوطنية. وتابعت في تصريح لها أن سياسات البابا تودروس قد تحمي الدولة المصرية من اختراق الصراع الطائفي وتجنب المؤامرات الخارجية الهادفة إلى محاربة الوحدة الوطنية للبلدين. وأضافت حسونة مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن الهجوم عليه كما نشاهده الآن على صفحات التواصل الاجتماعي يبدو أنه هجوم وحشي وخبيث وناري لا يتوافق مع القواعد الموضوعية للخلاف، ويتجاهل ضرورة استخدام كلمات مناسبة لحلها. ونعد بأن الخلافات في الرأي لن تفسد صداقة القضية لتجنب تعطيل كل مجالات النقاش بيننا وبين الآخرين. آخر تصريح لأنيسة حسونة. كشفت الراحلة أنيسة حسونة عن حالتها الصحية واستخدامها للكرسي المتحرك خلال آخر فترة لها، وذلك بعد العلاج الكيميائي الذي تلقيته دون تدفق الدم الطبيعي إلى الرأس، وهو أمر صعب للغاية، وبعض الأدوية لها بعض الأعراض بما في ذلك انخفاض في قدرة الجسم على الحركة متابعة. لجأت مؤخرا إلى استخدام كرسي متحرك للمساعدة على الحركة حتى الشفاء. وقالت حسونة في لقاء من خلال برنامج الستات مع الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة ومفيدة شيحة، واختتمت حوارها قائلا: الرضا لما يرضي الله ويقبل، إنه حق من الله. خبر آخر: أسرة مسيحية تتبرع بأعضائها ويوثقونها في الشهر العقاري. إن قرار توثيق التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ليس بالأمر السهل، خاصة إذا كان هناك رفض من الأسرة، ولكن عندما تنظر للموضوع من وجهة نظر إنسانية، كذلك فعل مينا حسني 34 سنة الذي أعلن تبرعه بالأعضاء، خاصة بعد أن أخذ زوج أخته زمام المبادرة لدعم زوجته وشقيقها الثاني بالتوثيق معه. ماذا حدث أيضا؟ مينا الحاصل على درجة متوسطة، موظف في السكك الحديدية المصرية وعضو في عائلة المتبرعين بالأعضاء، يقول إن الفكرة بدأت في عام 2016 من خلال سهره يوسف راضي. بعد فترة قرر أن يكون على قائمة المتبرعين، وعندما ذهب لتوثيق ذلك في الشهر العقاري اكتشف أنه كان المتبرع الأول، لذلك واجه بعض المشاكل لأنها كانت فكرة جديدة لم يخطر ببالها أي شخص من قبل. بحسب حديث مينا، ثم رفض القضية في البداية تم رفضها، فذهب يوسف إلى اللجنة العليا لتجارة الأعضاء وبدأوا بدراسة القانون وفعلوا، وفعلا قام بالتوثيق. مينا يتخذ قرار التبرع بعد سهره. بعد أن وثق يوسف التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بدأ مينا يفكر بالأمر من منظور إنعاش الآخرين. ورغم انقسام الأسرة إلى مجموعتين، اتخذ القرار، وهذا بعد وفاة شخص دون أي فائدة، دورها وهياكلها الشبيهة بالديدان، فما الذي يجعلني أفقد بقاؤها إذا كان بإمكاني إحياء إنسان آخر؟ فكرة جميلة، 4 أشخاص من نفس العائلة يتبرعون بأعضائهم. كان دعم والدة مينا أحد أسباب توثيقه للتبرع الصحي بالأعضاء بعد الوفاة،
في عام 2021 لتنضم إليه زوجته إيلينا رادي وشقيقها توماس رادي، وتنتهي الحالة بتكوين مجموعة لتشجيع هذا. أنا لم أقل لزوجتي أي شيء إلا بعد التبرع، كنت خائفا من رد فعلها، وعندما علمت أنني فوجئت بترحيبها بالفكرة في اليوم الثاني وثقت تبرعها هي أيضا. لكن لم ينتهي بعد الإجراءات، ونحن جميعا موثقون أن أي عضو في المستقبل يكون مفيدا يمكنه أن يأخذها اعتمادا على التقدم العلمي دون كتابة حاجة معينة، والمهم هو إنقاذ حياة الإنسان بأي شكل من الأشكال. وهذه صورة مرفقة بهذا التوثيق. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، ودائما تكونوا في أحسن صحة جيدة وأحسن سلام. الحقيقة الأمر بقى شيء يعني شيء من العادي، وشيء مرحب بيه، وشيء يعني رائع جدا جدا. طيب، عند التبرع بهذه الأجساد لشخص آخر، هل بالفعل هي ما حدث؟ حكاية يوستينا الفتاة القبطية التي كرمها الأزهر. ماذا بعد؟ فتاة مسيحية اسمها يوستينا سعد من قرية أبو سديم بني سويف، برعت الغناء الديني الإسلامي حيث تغني القشندبية، ونتيجا لذلك كرمها الأزهر. تقول جوستينا إنها في السنة الأولى الثانوية بمدرسة السيدة عائشة وتجيد الغناء، وتعجب بصوت الشيخ النقشبندي، لافتة أن النقشبندي كان له صوت قوي وإحساس رائع، وبينت في تصريحات قصة دعم أسرتها لها وتحفيز ما لها، موضحة الموضوع هو وراثة من والدها، صوته حلو، وكانت أختي تغني وتلاحظ الأخطاء التي حدثت وتساعدني لتجنبها. يوستينا فتاة مسيحية يكرمها الأزهر، وأوضحت: شاركت في مسابقات على المستوى الإدارة وفزت بالمركز الأول، وكذلك على مستوى المحافظة فزت أيضا بالمركز الأول. لقد شاركت مؤخرا في مسابقة مارينا كويس فايس، وتم اختياري للصعود للمرحلة الثانية. وفي السياق ذاته أوضح الأستاذ صبحي فؤاد مدير مدرسة الشهيد عبد العليم علي موسى الإعدادية أنه هو الذي اكتشف موهبة يوستينا وهي تغني نشيد بلادي بالمدرسة الابتدائية المجاورة لمدرسته. وأضاف: في المرة الأولى التي سمعت فيها صوتها في النشيد لفت انتباهي، فجبتها من المدرسة الابتدائية وقررت تدريبها، والأغنية الأولى التي قدمتها فيها صوتها في النشيد لفت انتباهي، فجبتها من المدرسة الابتدائية وقررت تدريبها، والأغنية التي قدمتها تحدثت عن الشهيد أحب أن أعرف الجميع، وقدمت الأغنية بحضور أبطال أكتوبر عندما رحبت بهم بالمحافظة. وأكد الفتاة لديها موهبة حقيقية موهوبة بالوراثة، لأن والدها يتمتع بصوت جميل وكذلك أختها الكبرى. شكرا لكم أحبائي، ولا تنسوا اشتراككم في القناة، اشتراك الملكة والكبير والأمير، وتعليقاتكم الجميلة. لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام. الرب يكون معكم، أمين.